النهاردة عندنا مفاجأة جامدة جدا علشانكم. اللي يكفي في قلبي معنى الغرام، هفضل اصونك واشيلك في نن العين من الهوى الطاير وكل غاير ونار العين. برضو ما قدرتش اقولي كل الكلام اللي يكفي في قلبي معنى الغرام، هفضل اصونك واشيلك يا طيب بالهوى الطاير وكل غاير ونار العين. احنا لازم نبقى فاهمين كلنا ان التلفزيون جهاز مؤثر جدا جدا، يعني ممكن يغير مفاهيم بجد، يعني فعشان كده المفروض نقدم من خلاله حاجه مفيده بجد تفيد الناس. او اول يوم العيد في حاجات كده، هو في يعني عادات ربنا ما يقطعها، يعني ان احنا مثلا اول يوم رمضان لازم العيله كلها بتتجمع في بيت خالتي الكبيره ونفطر كلنا سوا. كتير قوي شايفين ان الدنيا مجنونه وان احنا عشان نقدر نتعامل معاها لازم نبقى مجانين زيها. انتوا شايفين فعلا ان الدنيا مجنونه؟ وخلاص كده حلقتنا خلصت النهارده، هتوحشونا قوي لحد بكره. سلام. ايه اللي اختلف في سلمى؟ انا هعيط والله العظيم. شبابيك عن سلمى دلوقتي تخنت. مسألة مؤقتة مرتبطة بالأمومة مش هنقف عندها، لكن ايه اللي اتغير حقيقي في شخصية سلمى؟ في شخصية سلمى يعني ده اللي ممكن تبقى حاجات قليلة قوي اللي اتغيرت، يعني في شخصيتي في تركيبتي ما اعتقدش ان ممكن بنفس الطريقة دي. أول ملاحظة ممكن المشاهد اللي بيتفرج عليك ياخد باله. يعني ما هو أصل أنا كده، يعني هو انا بحب شبابيك جدا لان هو يعني طلع حاجه كانت جديده في الوقت ده. انت لو تلاحظ انا كنت قاعده مربعه، انا كنت دايما بقعد مربعه. وفي الوقت ده كان في يعني في ناس بتنتقدني وبتاع، انت ازاي يعني ايه مذيعه وتقعد مربعه؟ قلت لهم يا جماعه اصل شبابيك مش برنامج، مش مذيعين، احنا كنا زينا زي الناس اللي بنتكلم معاها. وفعلا الاحساس ده اعتقد ان هو اللي نجح البرنامج، لان الناس كانت حاسه ان احنا صحابهم قريبهم معاهم في البيت. ودي اكتر حاجه كانت بتميز شبابيك وانا كنت بحبها جدا، وكانت لايقه عليا بقى، يعني انا دي حتتي ان انا هو جايب لنا اللقطه ان انت الوحيده اللي مربعه. كلهم قاعدين مع الناس بس. وعلى فكره كان في سبب، انا كانت القعده دي فعلا اكتر قعده بتريحني عشان انا ظهري كان بيوجعني، والديكور ده على قد ما كان حلو جدا بس كان صعب جدا. الديكور ده اصله مش يعني مش قاعدين على كرسي ولا كنبه ولا حاجه، ده خشب، احنا قاعدين على الالوان حلوه وتحفه وكل حاجه، بس كان متعب في القعده. فكان دي القعده اللي بتريحني. طيب ودي ملاحظه يا جماعه، لو بتفكروا تعيدوا برنامج شبابيك ما تبقوش تعملوا الكراسي مش مريحه عشان المذيعين ما يربعوش. طيب ارجع تاني بقى لفكره يعني انت اتكلمتي عن فعلا انت كان جزء من التجربه دي ان انتوا بتكلموا الناس انتوا معاهم، انتوا شباب زيهم بتتكلموا معاهم. هل ده طبع بعد كده شخصية سلمى لما حبت تقدم برامج؟ انت قدمتي برامج بعد كده وتجربتك استمرت في قنوات تانية وبأشكال تانية. هل التجربة دي فضلت معاكي ولا تجاوزتيها؟ هل هي كانت خاصة بالسن وبتجربة شبابيك الخاصة جدا ولا ومفترض ان سلمى كانت تتجاوزها ولا معرفتيش تتخلصي منها؟ لا هو طبيعي ان انا هتجاوزها اصلا كإنسانة، يعني انا دلوقتي بعيش السن اللي انا فيه. انا بعد شبابيك بعد الثوره تقريبا بسنه عملت ولاد البلد انا واياد برضو اللي هو زميلي في شبابيك وصديق العمر يعني، وفي قناه تانية ولاد البلد، وكان برنامج بيعبر عن اكتر الشباب اللي نزلوا الميدان اللي هم يعني شباب عموما. طبعا ما كناش بنخص يعني اللي نزلوا الميدان، بس احنا كنا نزلنا الميدان تجربتكم فكان لينا يعني انحياز برضو. وكان برنامج برضو عام موجه للشباب لكن بشكل مختلف طبعا عن شبابيك، لانه الشباب حتى النظره ليهم قبل الثوره غير تماما النظرة اللي بقت يعني ليهم بعد الثورة بقوا لا